في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 28 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 9667 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 25 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 477848 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 11167 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 3482.5 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، وكذلك ضبط 5019 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 133.5 طن. كما تم ضبط 8 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت قرابة 80.5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2829 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت أكثر من 665.5 طن. كما تم ضبط 152 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت ما يزيد على 55 طن سلع مدعمة متنوعة. كما تم ضبط 7 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت أكثر من 98.5 طن أسمنت و10 طن حديد تسليح. كما تم ضبط 111 قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز والشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب بمضبوطات بلغت ما يزيد على 1067.5 طن أرز شعير. كما تم ضبط 189 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 129.401 عبوة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 855232 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 272567 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق، تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4621 من قائدي المركبات. تبين إيجابية عدد 223 سائق منهم. كما تم المرور على 69 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 607 من سائقي حافلات المدارس. تبين إيجابية 3 حالات. كما تم فحص 306 مركبة وتبين عدم مطابقة 20 مركبة لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 328 سيارة و45 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 8389 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود
جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها، عن ضبط 1016 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1260 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3061 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3164 مخالفة ملصقات وضبط 41 محلاً مخالفاً لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1284 قضية ومخالفة، أبرزها حيادة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 86,123 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 70,907,079 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 396 قضية، من بينها 235 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و 161 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 52 قضية بقيمة مالية بلغت 116,799,950 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2650 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 1,608,000,000 جنيها، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 7,755,732 جنيها.